About the mentality of the team. How أنت much تتحدث دائما على الروحة التنافسية للمجموعة. Yeah, no, but in generally speaking, how much إجمالا أنت تتحدث دائما على أداء الجميع. لا يمكنك أن تشتري العقلية. أنت تقوم ببناء العقلية شيئا فشيئا. هذه الخطوة الأولى للمرور إلى الخطوات الموالية. هكذا مباراة تساعدك على بناء العقلية، عقلية اللعب الجماعي. للمرة الثانية على التوالي تأتينا صدمة، صدمة في بداية المباراة، ثم تكون ردة الفعل قوية جدا. سجلنا ونحن منقوصي العدد في مباراتين، نكون منقوصين ثم نعود في المباراة. هذا هو ما معنى بناء العقلية. المباراة كانت صعبة وكان فيها الكثير من الكثافة العددية، ولكن الكل استمتع بالمردود المقدم من يدي نيفر. الكل يتحدث عن محمد صلاح، ليس الجميع يتحدث عن محمد صلاح. نحن لا نتحدث عن فلا أرجوك لا تستخدم منطقة الجمع. نحن لا نتحدث عن هذا الأمر. لم يأتي أي شخص إلي وسألني عن هذا الأمر. تقولون تستخدمون صيغة الجمع وهذا ليس بالأمر الصحيح.